السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد بقلاوة ولا بحلاوة بصابلي، بعجينة صابلي، نتمنى تعجبكم. عندنا هنايا ثلاثة الكيسان هنايا ديال الدقيق، وعندي كازير زبدة، واحد غادي البيض غادي ناخذ النص ديالها، وواحد شوية ديال الماء الزهر، قبيصة ديال الملح. هادو هما المكونات ديالها. المكونات هنا ديال الحشوة، غادي نديرو هنا كاوكاو، عندنا كاوكاو هنايا، واحد ثلاثة الكيسان ديال الكاوكاو كبارين، واحد نص كاس ديال السكر، وغادي نستعملو واحد نص صاشي ديال الفاني. هاد غناخدو النص ديالها غنديرو هنايا، والنص الآخر غادي نديرو هنا، واحد جوج معالق ديال الزنجلان اللي غادي نزيدو على هذا، واحد جوج معالق ديال الزبدة، وغادي نستعملو معاها حتى الماء الزهر هنايا. بسم الله على بركة الله، نبداو نصاوبو العجينة. كناخدو الدقيق كنديرو في البول، كندير واحد قبيصة ديال الملحة، نص صاشي ديال الفاني، كنزيدو الزبدة، منديروش داك الحليب ديالها، صافي. كنبسو العجينة مزيان، نخلو داك الدقيق يشرب داك الزبدة مزيان. حتى كيشرب كناخد واحد البيضة كنضربوها، وكنخوي على النص ديالها. انا هنا تخوات ليا تقريبا كاملة، وانا نقصت حيت انا محتاجة على النص ديالها. الا ضوبلتو المقادير باش ديرها كبيرة، ديروا البيضة كاملة. هنا كنبقاو نزيدو الماء الزهر شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. صافي هكذا بهذه الطريقه هكا شويه بشويه انا نجمعها ونوريكم كيفاش غيكون القوام ديالها. صافي هي جمعتها، غادي نديرها في واحد البابي فيلم، وغادي نخليوها ترتاح واحد الساعه، ساعه ونص من الاحسن. صافي هنايا كنوجدو الحشوه، كنديرو الكاوكاو نعنا، انا فرشيتو بحال ما كاين، ما خليتوش ما شي ميلتو، كنزيدو عليه داك نص صاشيه ديال الفاني، داك نص كاس ديال السكر، الزنجلان اللي عندي انا محمص، كنزيدو عليه كنحركو كلشي على النواشف، كندير واحد القبيصه ديال الملحه، وكنزيدو واحد ثلاثه المعالق ديال الزبده. صافي كنبسوه مزيان حتى يتشرب هذاك الزبده. دابا كنزيدو جوج معالق لا اكثر ديال الماء الزهر، حيت العسل غادي نسقيو به حتى هو غيكون فيه الماء الزهر. صافي انا كنخدم اليد ديالي باش كنحس بان الخليط كاع جانس، ما خصوش يكون معجون، خصو يكون بحال هكا مفرتت بحال ديال البقلاوه. صافي هي العجينه ديالي بعد ما ارتاحت، انا خليتها ارتاحت واحد الساعه، غادي نطلقوها، قسمتها على زوج، غادي نديرو حتى نديرو طبقه فوق طبقه، غادي نطلقوها بواحد الكاغط ديال الطبخ. ممكن ديرو عيد تفرشو عير تفرشو صافي بلا ما تغطيو. انا من انا العجينه ما كتلصقش كاع نهائيا في هذا، انا حاولت نديرو هكا، ولكن في الاخير انا حيدتو، جا اسهل هاد الطريقه هادي. الا عندكم لاطا ديال 30 على 20 مزيانه باش قد يجيكم الحد في القد لا عجينه ولا الحشوه. انا ما عنديش لاطا صغيره، عندي لاطات كبار ديال الفرن، لذلك استعملت هذا الاطار هذا باش خديت بيه القيس اللي بغيت انايا.
صافي غادي ناخذ واحد البوص غادي نقطع به الحواشي كاملين. صافي نحيدو كاع دوك الزوائد. حطي واحد تقيبة تما هي خاوية. صافي كنخويو الحشوة كنحاولو نقادوها باش تجي مستوى واحد. صدقوني بأن هاد المحلاوة رائعة رائعة رائعة، فواحد المذاق غزال. عرفتي واحد المذاق ديالها بين المذاق ديال الصابلي و المذاق ديال الحشوة، جا المذاق بحال شكل ديال النوكا. عرفتي غزالة غزالة غزالة، كنجربوها ما غتندموش. تبعوا غير الطريقه اللي غادي نقول لكم عليها وراه غادي تعجبكم. السر ديالها باش كتجيك زوينه وما كتفرقش العجينه على الحشوه، وهي ملي كتسقيوها بالعسل كتخليوها تبات حتى الغد لي عاد كديروها في الكويطات ديالها. صافي الطريقه هادي كان نضغطوا عليها مزيان باش يكون السطح ديالها مقاد كامل. صافي كنحيدو دوك الزوائد كامله اللي كاينه تما. صافي كنكملو هاد الطريقة هادي. حاولو ملي تقطو تحاولو تمسو العجينة اللي لتحت اللي في لاباز، باش ملي تبغيو تقطعوها باش كطيب تلقاوها مقطعة، سينو غادي توحلو فيها. دائما حنا كنقطعو و كنمسو القاع كنمسو اللاطا. صافي نقطع في العرض ونرجع لكم. ها انا قطعت هنايا، بغيت انايا هنا غادي نحاول نقشها. غنور لكم واحد النقشه سهله وكيجي الديكور ديالها زوين. كل واحد كيبقى الذوق ديالو على حسب النقشه اللي بغى هو. كنبداو بالوسط وعادة كنمشيو نتبعو جناب باش تجينا النقشة مزيانة وجينا مقادة. حاولي من تكون كتنقشو ما تسهلش لكم العجينة حيت بقى خضرة بقى ملاصقاش على الحشوة. صافي هاد الطريقة هادي. بعد ما كملت النقشه ديالهم كاملين غادي ندخلها للفران غنطيبو على 160 درجه على عافيه عمل تحت على مده ديال 45 دقيقه. ما تخليوهاش تحمر من الفوق نهائيا، خصها تبقى بيضة. صافي هي بعد ما خرجنا من الفران خليتها 45 دقيقه لهزات ليا ديال الطياب على درجه 160 درجه. غادي ناخذ العسل هنايا غادي نديرو معاه واحد جوج معالقات ديال الماء الزهر. تقريبا عندي تما واحد كاس كبير ديال العسل، نص زلافه. صافي نخلطو مع بعضياتهم. العسل عندي بارد كتشوفوه والبحلاوه يلا خرجتهم الفران. هذه الطريقه ماشي العكس، يكون هو سخون وهي بارده، لا خاصها تسقى وهي سخونه. علاش؟ باش كتلصق الطبقه الفوقانيه على الحشوه،
والسر ديالها انا غنعاود لكم عاوتاني مره ثانيه، وهي خصها تبات عاده الغد لي تهزوها لاصقه وزوينه مرضياتها. خليوها تشرب ونغطيوها ونخليوها تبات. ها هي بعد ما باتت هانتوما كتشوفوا الحسن كله اللي كان شرباته. هنا كندوز واحد الموز باش كنتاكد بان كلهم مفروقين على بعضياتهم، باش ما يعذبوناش ما يبغون يهزوها. هانتوما كتشوفوا انا نهز لكم وحده، كنت كنصور بيد وكنهز بيد. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي لاصقه مع بعضها. صدقوني ان راه كتجي هائله هائله وكتجي غزاله في المذاق والله العظيم. زعما صراحه انا بعدا كتعجبني، كتجيني احسن من البقلاوه. هانتوما كتجي بحال الشكل ديال النوكا، قلت لكم ما خصكمش تطحنوا الكوكو بزاف. شتي الطيب ديالها على 160 45 دقيقه، ما شعلش على كاع الفوق، انا حد لتحت. نزيد معكم وحده باش تشوفوها مزيان. انتما كتشوفوا جوج الوحدات كاملين شكل واحد، العجينه ما مفروقاش على بعضياتها. صافي هنا بعد ما كملنا الوحدات ديالنا كنجيبوا شويه ديال الزنجلان المحمر كنرشوا عليه عمل في الوجه ديالها، واللي بغى شي تزيين اخر يقدر يديرو. انا فضلت الزنجلان كيعطيها مذاق على مذاق اخر، كتجي غزال. وكنتمنى انها تعجبكم وجربوها وتخليوا لي التعاليق ودعمونا في القناه ان شاء الله باذن الله. وعواشركم مبروكه وتعيدوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وراحه البال وطول العمر وكل ما كتمنوا يا ربي. وان شاء الله اللي كيدوز امتحانات دابا الله ينجحو، اللي كيتمنى شي حاجه الله ييسر ليه فيها يا رب، واللي مريض الله يشافيه. ودعواتكم معنا ان شاء الله تنجح لنا القناه يا رب. وما تنسوش الاشتراك وما تنسوش لايك وتبارطاجيو.